القادم هو معرفش قريب ولا لا، مصطفى زيدان. مصطفى زيدان 31 سنة، أنا من شبرا، أنا شغال كول سنتر في إحدى الشركات. يعني أنا من صغري هاوي كورة وبلعب كورة مع زمايلي عادي جدا، بس مع الوقت طبعا الموضوع طبعا بيتطور، ان انت بتشوف انت هتكمل كلاعب كوره ولا بتكمل ايه بالظبط. انا حددت هدفي من الكوره، حسيت ان انا عندي موهبه التعليق من صغري، كنت يعني بعلق اغلب الماتشات حتى وانا بلعب وانا في الملعب وانا بره الملعب، ده كان باين للناس كلها ان انا يعني كان في موهبه بطريقتي او بغير طريقتي. يعني برضو انا من حبي في التعليق بدات اشوف اغلب المعلقين وبقلدهم، بس طبعا ده بعيد عن اي حاجه، انا طبعا ليا طريقتي في التعليق. واكتر من حد قال لي انت نبرة صوتك مميزه، اللي خلاني اقدم في المسابقه ان انا يعني كان نفسي الاقي اي مكان محتاج معلق رياضي. بصراحه انا سعيت في اكتر من مكان بس ما لقيتش ان كان في حد فاتح. والدي واصدقائي يعني قالوا لي ان قناه اون تايم طالبه وعملوا لي المنشن طبعا في صفحه الفيسبوك. انا دخلت لقيت ان دي يعني حاجه كويسه وقدمت والحمد لله يعني اتقبلت. اتمنى تصوتوا لي على رقم 74. اهلا وسهلا يا مصطفى. اهلا بيك يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ الله يخليك. صوتك وانت بتقدم نفسك في رنه كده موسيقيه، وحتى لما قلت من حب في التعليق فكرتني بسعاد مكاوي لما قالت من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان. عارفها الاغنيه دي؟ طب توعش عليها انت دي؟ لا بس اسمعها طبعا يا كابتن. بالاغاني الجميله من حب، عارفها دي يا استاذ حسن؟ من حبي فيك يا جاري. اولا مش عارف اول سعاد محمد قبل ما اعرف الاغنيه. حريه حسن مش سعاد مكاوي، حريه حسن لا حريه حسن كانت من الاغاني الجميله من حبي فيك. ايام بديعه مصابني بقى يا جاري من زمان. طيب حبينا كده نطلعك كده بره المود عشان تلعلع كده يا مصطفى. يلا متعنا يا حبيبي. اتفضل. ان شاء الله كابتن. اتفضل. شكرا كابتن مدحت شلبي وضيوفه الكرام، اصدقائي المشاهدين، اعزائي المتابعين في كل مكان وكل زمان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. معاكم المعلق الرياضي مصطفى زيدان لمتابعه مباراه نادي الاسماعيلي برازيل العرب ونادي الجونه عروس البحر الاحمر. بدا اللقاء، كوره عند نادي الجونه، هيعدي يرفع العرضيه، ممكن مين مقابل هيسدد، وجون، جول يا راجل الهدف الاول لعروس البحر الاحمر. الله عليك اول اهداف عمر السعداوي. يا ولد شوف الكوره، سارج اكا عملها له كوره جميله جدا، يا سلام السلامها اللي استلمها بنص الجون وحطها هاتها من الشبكه. يا عيني ما يقدرش يعمل لها حاجه محمد فوزي، ما يقدرش يعمل لها اي حاجه، محطوطه كوره جميله جدا. لسه الماتش فيه كتير. ترجع مره تانيه من ناحيه الشمال، احمد مبولي عايز يعدي وركله جزاء، ركله جزاء لنادي الاسماعيلي، ركله جزاء احمد مبولي. شوف عدى وقطم لجوه، يا ولد يا لعيب، خدوا لبسوا ضربه جزاء جميله جدا. رايه يا احمد يا مبولي، لسه طبعا يعني جاي من نادي الزمالك وتالق في نادي الاسماعيلي، وشكل الحكم هيرجع للفار، يا ترى هيبقى فيها ايه؟ راجع الحكم للفار. يعني طبعا احنا هنسيب الحالات التحكيميه لاصدقائنا في الاستوديو. والحكم قال ضربه جزاء، وفخر الدين بن يوسف اتصدت، وممكن جول. فخر الدين بن يوسف، السمسميه بنكهه تونسيه، يا سلام يا فخر الدين يا بن يوسف. مش ممكن كره جميله جدا. المتابعه صد الكره، لكن لسه فيها، راح لها وكمل، وهو ده الاصرار. يا ولد رائعه، حلوه جدا. لسه الاماني ممكن لسه ولسه وكره والتسديده، مش ممكن جنب القائم محمد حسن طبعا بيقول لهم لسه يا جماعه، لسه الماتش في المباراه. يعني خدها كده فيرست تايم، يا ولد يا لعيب، يا دوبك لمسها طلعها من على خط المرمى.
ناحيه اليمين، عايز يعدي عايز يعدي عايز يعدي، لعبها بالعرض، هيعرضها هيعرضها، وكوره جول يا راجل، جول يا راجل، جول يا راجل، جول جول جول، عملها عملها عملها. واخيرا اخيرا الاسماعيلي يرجع تاني يتقدم. يا ولد يا ولد يا ولد، كوره جميله محمد صادق، وما فيهاش اوفسايد، اتلعبت من ناحيه اليمين حلوه جدا، عبد الله جمعه لعبها لعماد حمدي اللي لعب العرضيه يا ولد، وكرة جون 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 جميله جدا جدا جدا، وقتها من الشبكه. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يا عبد الله يا جمعه لعبها ايه، حلوه جدا حلوه جدا جدا لعماد حمدي اللي رفع الكوره وحط الكوره محمد صادق. واخيرا بقى اخيرا يتنفس الصعداء وتنتهي المباراه. شكرا اصدقائي المشاهدين لحسن المتابعه، ونرجع مره ثانيه انقل الكلمه الى جنرال التعليق العربي كابتن مدحت شلبي. اتفضل يا كابتن. جميل يا مصطفى، جميل. كابتن زيدان. مصطفى، يعني البدايه بتاعته كانت بدايه يعني حلوه عاديه، يعني ما فيش فيها كتير، المفروض تبقى فيها يعني فيها انفعال شويه. قال كلمتين برازيل، البرازيل العرب وعروس البحر الاحمر، يعني ما فيش فيها يعني حمسنا اكتر للمباراه. كلمه شرحه في الهدف الاول كان جميل، وانه هاتها من الشبكه، خلاص قالها مره واحده فهاتها من الشبكه، عادها رجع عادها تاني في الهدف الاخير بعد ما اتكلم على الهدف، بعد كده رجع تاني قال هاتها من الشبكه. كلمه لبسوا ضربه جزاء، يعني كابتن مؤمن او استاذ مؤمن بيقول دايما لازم نحافظ على الالباط، لبسوا. انا شايف انك ممكن تقولها بطريقه الذ من كده وبطريقه اشيك من كده مع الناس، ورطه مثلا في كذا، ورطه في ضربه جزاء دخل بيها لجوه وعرف ياخد ضربه جزاء بذكاء بحرفنه، لكن لبسه ضربه جزاء، يعني مش الالفاظ اللي هي المفروض انها تتقال في تعليق المباراه. كلمه الهدف وهو الهدف الاخير وهو بيشرحه بتاع الاسماعيلي، قال وهو عايز يعدي، هو يعني هو بيعدي عايز يعدي عايز يعدي، هو ما كانش بيعدي خالص اصلا، هو ناحيه اليمين خالص بيلعب الباص، فهو هو ما كانش ما فيش محاوله تعديه. يعني دايما انا زي ما بقول ودايما بقول المعلق وهو بيقول لازم يبقى بيشرح الحاجه فعلا بالطريقه اللي هي بتحصل بيها، مش يبقى هو بيقول هو عايز يعدي وهو ماسك الكوره واقف بيها على الخط ما بيحاولش يعدي يعني. فهو الصوره ان هو عايز يعدي عايز يعدي، هو ما كانش بيعايز، هو واقف على كورته، هو المفروض يقولها واقف على كورته وبعد كده لعب الكوره، لكن هو ما حاولش يعدي، فهو بس تمام. دايما يعني الحته دي بتبقى بس جميل. مهمه جدا يعني. كابتن مؤمن، من اهم الحاجات يا ابو حميد التحضير، من اهم ادوات المعلق التحضير، ان انت تحضر للماتش اللي انت رايح له. تمام. التعليق على الماتشات من خلال قناه زي اون تايم سبورتس غير لما بتعلق مع اصحابك، لو انت بتلعب كوره او انت بتلعب بلاي ستيشن او كده، لا في فرق كبير، فانت لازم تبقى محضر. انا ليا سؤال بس ليك يا مصطفى علشان اقيم مظبوط، انت بتتفرج على الدوري المصري؟ تمام. متابع الفرق ولا اهلي وزمالك بس؟ متابع كل الماتشات وكده؟ في الاخر يعني عندي ظروف مش متابع قوي بصراحه. يعني تمام تمام. هو طبعا باين يعني حتى في تعليقك على الماتشات ده الاسماعيلي، ففي بعض اللاعبين انت ممكن ما تكونش عارفهم وما بتوصفش ان الكره مع مين، انت عايز يعدي رايح مين، فين الاسم، اسم اللي جاب الجول، بتستنى كتير قوي عشان تقول لنا مين الاسم، كله بتبص كمان بيقف فيها وبيبص في الورقه عشان تعرف مين اللي جاب الجول. مهم جدا التحضير يا مصطفى، دي الجمله اللي انا اقدر اقولها لك، لو ناوي تبقى معلق باذن الله لازم تهتم جدا بالتحضير. ممتاز. استاذ حسن. طبعا طبعا النقطه اللي قالها مؤمن صحيح 100%، اسماء اللعيبه اللي بتلعب وبتنقل وبتجيب اجوان مش عارفها، يعني ما ينفعش معلق ابدا. انت بتكلم جمهور الاسماعيلي مثلا، جمهور الاسماعيلي عارف لعبته من الستايل اللعب حتى، يعني مش مستني جمهور الاسماعيلي مش مستني الرقم عشان يعرف اسم اللعيب، فانت لازم تقول معلق، لازم تقول الاسماء يعني 90% من الاسماء، وان تايم يعني في الوقت بشكل مباشر. يعني انا بزعل لان ساعات بلاقي شباب زيك كده صوتهم حلو، صوت جديد، صوت ناضج، صوت ضخم، صوت قوي، لكن لازم ده يتعزز بابتكار، بافكار، بمعلومات. حتى لما قلت برازيل العرب، برازيل العرب انا كنت هبقى مبسوط قوي لو انت تقول لي بسرعه برضه حتى في الوقت ده ليه سموا الاسماعيلي برازيل، عشان القميص والفانيلا يعني، ولا عشان ايه ستايل اللعب يعني، ولا عشان تتصور بقى ان فعلا في دراسه، عشان الاثنين. عشان الاثنين. لا كمان بقى لو انت يعني بتتابع، طالما قلت حاجه
كلمة البرازيل دي لو انت بتتابع الاسماعيلي وبتقرا كتير وبتحاول تبحث هتلاقي ان في اسباب خلت الناس تقول حتى كلمة البرازيل على الاسماعيلي، ويمكن قالوها بس هم كمان مش عارفين الاسباب، لكن فعلا في اسباب فنية تخلي الناس تقول الاسماعيلي. ممتاز. فده اللي انا اقصده، يعني كنت تقول معلومة تبقى ريت حاجة جديدة يعني. كابتن مؤمن درجتك؟ 5 كابتن. 5. كابتن زيدان؟ 6. 6. استاذ حسن؟ 5. 5. وانا هدي لك 5 واتمنى لك كل التوفيق يا مصطفى ان شاء الله. شكرا يا كابتن. اشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا.